طبعا بنرحب بالساده الضيوف الاعلاميين والصحفيين اللي شرفونا في المؤتمر. البيان بتاعنا بعنوان وساطه الرئيس. خلال الفتره السابقه تلاشت الدوله المصريه واصبحت الهويه المصريه في مهب الريح، وسقطنا جميعا في فخ التقسيم ما بين فلول وصوار واسلاميين وغير اسلاميين. فالدين لله والوطن للجميع، وتناسينا جميعا اننا مصريون نعيش على ارض واحده ونحمل حلما مشترك هو مصر. هو الاسم والحلم الذي ناضلنا من اجله على مر الزمان ودفعنا ثمنا باهظا من خيرة شبابنا، وحكمنا من فصيل غير وطني لا يعترف بعقيدة الوطن، انتمائه الاول والاخير لجماعته، عبس بارض وطننا الغالي وأضر بمصلحته وهز صورته الدولية. بعد أن عقدنا العزم بعد ثورتنا العظيمة في أن تعود مصر إلى دورها الريادي في المنطقة مرة أخرى، فصيل حاول تصدر المشهد وحده وقام بإقصاء الجميع وأثبت فشله تماما في إدارة الدولة، وأضر بأمن مصر القومي وسمح للقتلة بأن يتصدروا المشهد السياسي. تناسوا أن مصر كانت المنارة للإسلام الحضاري الذي يقبل الجميع ولا يرفض الغير. فصيل قامت أعمدة حكمه على دماء الأبرياء وصعد الدرج من جثث الشهداء. فلا يمكن أن ننسى جيكا والحسين أبو ضيف والجندي وغيرهم من الشهداء. علينا جميعا أن نضع خلافاتنا جانبا وأن نبدأ صفحة جديدة، صفحة عنوانها مصر. وهذا لا يعني أننا نقبل من لطخت أيديهم دماء المصريين من رموز النظام السابق أو غيرهم، ولكننا نقبل كل مواطن يرفع راية الوطن مهما كان انتمائه السياسي دون تمييز طائفي او عرقي او نوعي او فكري. ان هذا المشهد الذي تمر به مصر يذكرنا بجموع الشعب المصري حين وقفت امام قوى الاحتلال البريطاني، ولكن مع اختلاف المحتل فقد اصبحنا امام محتل جديد في ثوب جديد يسعى الى تغيير الهوية المصرية يعبث بها على حساب مصلحته الشخصية. فعلينا جميعا أن نتكاتف مرة أخرى رجالا ونساء وشبابا وأطفالا وشيوخا على مختلف تنوعاتنا في أن نقف يدا بيد أمام هذا الاحتلال الغاشم، ولنتعلم من أخطائنا السابقة وننظر نظرة سريعة إلى حكم هذا الاحتلال في الدول المجاورة وما وقع عليها من ضرر نتيجة لحكم هذا الاحتلال الإخواني. لذلك نطالب أجهزة الأمن والأجهزة الأمنية كافة في أن تأخذ موقف واضح وصريح، وإما أن تقف مع قوى الشعب وإما أن تتقرر أخطاء الماضي الأسير وهم أعلم منا بهذا الاحتلال الإخواني.